عمرك سألت نفسك أنت موجود فين على كوكب الأرض الكبير ده؟ طيب البلد بتاعتك أو البلد اللي أنت عايش فيها موجودة فين برضو على الكوكب؟ أو بنعرف مكانها من إيه؟ بنعرف مكانها من خلال حاجة اسمها الخريطة. طيب وهي الخريطة دي أصلاً مليانة تفاصيل ومليانة خطوط ومليانة حاجات كتير قوي، وأنا مش عارف استخداماتها ومش عارف أسمائها إيه أصلاً. كل ده هنعرفه في الدرس بتاعنا اللي هو أدوات تحديد الموقع. طيب أول حاجة محتاجة أعرفها وهي تعريف الخريطة. يعني إيه خريطة أصلاً؟ الخريطة دي هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مقياس الرسم وباستخدام أدوات وألوان معينة. طيب يعني إيه برضو؟ يعني الخريطة دي بتجيب لي بلد وبترسم لي الحدود بتاعتها وبتحدد لي مكانها موجود فين على كوكب الأرض بالظبط، وهو ده تعريف الخريطة.